أستاذتي العزيزة، شوفي، أولا القرآن نفسه لا يوجد فيه سلام، لأنه آخر سورة نزلت سورة التوبة يقول براءة الله ورسوله على ما عاهدوا من المشركين. الله ومحمد تبروا مما عاهدوا على المشركين. طيب، المصيبة والطامة الكبرى انه محمد حتى لما عاهد المشركين، مشركين مكة يعني، هو يعتبرهم مشركين. الطامة الكبرى انه لما عاهدهم في صلح الحديبية تعاهدوا على 10 سنين، 10 سنين صلح. كلنا نعرف صلح الحديبية 10 سنين، انه يكون ما في قتال، ما في كذا. حتى المسلمين قالوا لمحمد لا، 10 سنين كثير، احنا هيك راح نخسر يعني، كيف احنا بدنا نقتل ونغزو والى اخره، انت عارفه بقيه القصه. ايه فالمسلمين زعلوا وقتها على هذا ايه الامر، زعلوا انه ما يصير. اوكي، طيب، محمد بالسنه الثانيه دخل غدرا الى مكه. الدليل انه حتى بكتب المسلمين يقول لك راى الناس بالشوارع، وناس رايح على اشغاله. الحلاق بده يفتح دكانه، اللي بيبيع بضاعة بده يفتح دكانه بده يبيع، الناس طالعين يتسوقون يشترون عشان يعملوا، يعني الناس عادي، يوم عادي. وبعدين في سلم، ما تنسين يعني انه حتى ما في داعي اخلي سيفي معايا وانا بالشارع، لانه في سلم وعندنا معاهدة وما في حدا معانا يعني. طيب، ثانك يو عزيزتي رازان. فاللي صار انه محمد ده، على فكره لو تقرين بالسيره النبويه يقول لك محمد دخل بالليل لا، والمصيبه يمدحون بهذه الشغله، يقول لك محمد اذا راد يهجم على ناس يروح بالليل وينتظر الفجر اول ما بيطلع عشان يضمن اكثر وقت برؤيه عشان يحارب ويقتل. اوكي، ولما دخل، طبعا السيرة النبوية متضادة، شو بيقول لك؟ يقول قال يعني أنتم الطلقاء، ومن دخل دار سفيان أبو سفيان هو آمن، واللي يدخل داره كمان آمن. بينما بالحقيقة قال، سمى 10 أسماء، 6 رجال وأربع نساء، قال اقتلوهم لو تعلقوا بأستار الكعبة. الروايات المذكورة بكتب المسلمين انه محمد شاف امرأة مقتولة، قال ما بال هذه؟ قالوا له هذه خالد بن الوليد قتلها. قالهم وين؟ قالوا له من هون، اطلع دغري اتبع الجثث تعرف خالد وين. تخيلي، بده يتبع الجثث عشان يعرف خالد وين. فما بعرف رازان اذا بدها تحكي شيء او اوكي. طيب، المهم هذا من جهة، محمد نفسه كان مو امين، وكان يغزو ويقتل وينقض المواعيد والمعاهدات. القرآن نفسه الله ورسوله تبروا من ما عاهدوا، يعني تخيلي الله بالقرآن عاهد الناس، وبعدين الله يقول براء الله ورسوله على ما عاهدوا من المشركين. شو هالإله اللي يرجع بكلامه؟ إذا أنت إلهك يرجع بكلامه. بعدين آيات سورة التوبة هذه بها آيات السيف، الآية 5 والآية 29. شو هذول الآيات؟ نشرح عشان المسلم اللي ويانا يبدي يفهم. يا ريت تعملون شير يا أخوان، بليز سووا شير لكل الأخوة اللي على قوائمكم عشان الكل يدخل. أنا قبل شوية كنت فاتح بث وحكيت للكل إنه إحنا على الساعة 3 بتوقيت نيويورك طبعا راح نكون على الهواء. أتمنى الكل يكون موجود. طيب شكرا. طيب المهم، يا اوكي، اللي اريد اقوله انه القران تبرى من معاهدات السلم. لكم دينكم ولي دين، هذه منسوخه. قل لا اعبد اوكي ما يعني عندك لا اعبد ما تعبدون، لكم دينكم ولي دين، منسوخه. وإذ ترى قسيسين ورهبان يبكون ويسمعون ويخشى، هذا كله النسخ. ليش؟ آية السيف 5 شو بتقول؟ فاقتلوا المشركين. يس
مش قاتلوا، لا فاقتلوا. وهذول المشركين طب ندفعهم جزية؟ لا لا ما بيصير. طب شو بنسوي؟ وحدة من اثنين، يا اما تقتليهم، يا اما يصيروا مسلمين، ما في شيء ثالث يعني.